الفرحة كبيرة جدا جدا جدا، مفيش كلام. رغم الحقيقة يعني ان خليني اقول لكم انه فرحة النجمة التاسعة لسه يعني ما ضعفتش. جماهير النادي الاهلي يمكن في خلال 8 شهور، لا مش 8 شهور، اقل بشوية من 8 شهور بتحتفل ببطولتين افريقيا، تحديدا 7 شهور و20 يوم، من 27/11/2020 ل 17/7/2021. فترة كانت اكثر من رائعة، استمتعنا فيها بتتويجات وبانتصارات النادي الاهلي في كل البطولات اللي دخلها. مفيش منصه تتويج ما كانش النادي في بطوله شارك النادي الاهلي فيها ما كانش ابطال النادي الاهلي موجودين عليها. خدوا بال حضراتكم، درس كبير جدا جدا بيقدمه النادي الاهلي، لانه البطوله مش بس كوره. الكاس اللي موجود معانا النهارده ومنور شاشه قناه النادي الاهلي مش بس كوره، ده اكيد مش ممكن يكون كوره، ده كوره وجهاز طبي وجهاز فني وجهاز اداري، وراهم مجلس اداره بيدعم في كل صغيره وكبيره، منظومه متكامله، احساس بمجموعه من القيم والمبادئ اللي لابد من توفرها في اي فريق. اولها الاخلاص، اللعيبه دي لازم تكون مخلصه لاسم ناديها. مش ممكن مهما كانت امكانياتهم ومهما كانت مهاراتهم ومهما كانت قدراتهم بدون ما يكون في حاله الحب، حاله الانتماء، حاله الاخلاص، حاله الرغبه في اسعاد الجماهير، ان هم يحققوا بطولتين بالقدر ده وبالحجم ده في خلال زمن قياسي، ومش بس زمن قياسي كمان، لا وكمان واجهتهم في المرحله دي ظروف اكتر من صعبه. تحيه تقدير واحترام واجلال لكل شخص مهما كان دوره صغير او مهما كان دوره كبير، ساهم في تحقيق النجمه العاشره للنادي الاهلي. ومن النهارده اللوجو بتاع النادي الاهلي بيتغير من جديد، ما بيعديش موسم الحقيقه الا ولوجو الاهلي يظهر بشكل مختلف. ده اللوجو من النهارده، ده اللوجو الرسمي للنادي الاهلي، ده شعار النادي الاهلي، نادي القرن الماضي، وان شاء الله باذن الله نادي القرن اللي احنا بنعيشه. 10 نجوم، نجمه 10 بتضاف لشعار النادي الاهلي عشان يكون ملك ملوك افريقيا، سيد اسياد انديه القاره. افريقيا تحت السيطره، دي الجمله اللي بيقولها كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان النهارده. والحقيقه يمكن على مدار البطولتين دول، وخصوصا يمكن البطوله العاشره، يعني في انجاز تاريخي طبعا، يعني احنا بنتكلم على انديه بتعيش عمرها كله، يمكن ما بيبقاش عندها قدره انها تتوج حتى ببطوله قاريه واحده. احنا النهارده عندنا 10 دوري ابطال، عندنا 7 سوبر افريقي، عندنا 4 ابطال كؤوس، عندنا واحده كونفدراليه، وعندنا كمان برونزيتين العالم اللي لا يقلوا في مكانتهم، رغم ان هم مش ميداليه ذهب، لكن في النهايه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بيعتبر تتويج وبيعتبر فوز. وجايين بقى لتشيلسي، دي قصه ثانيه، يعني عشان انتوا حسبتوني على الكلمه اللي انا قلتها لما قلت لكم في يوم من الايام من حقي احلم انه نادي الاهلي لعب تشيلسي. طب احنا رسمي بقى هنقابل تشيلسي ان شاء الله، ومعادنا في اليابان وجاهزين وقدها، والمره دي رايحين ومفيش حدود لطموحنا، وان شاء الله باذن الله الروح والعزيمه والاصرار اللي بقى موجود عند الجيل ده، جيل ما دخلش بطوله الا وحسمها. وخدوا بال حضراتكم، جزء كبير جدا من نجوم الفريق اللي حقق البطولات دي سنه اولى اهلي. يعني نقول كده، واتمنى ان انا ما انساش حد، نقول بدر بنون، نقول طاهر محمد طاهر، نقول محمد شريف، نقول اكرم توفيق، نقول صلاح محسن. سنة واحدة خد فيهم بطولتين قريتين، بطولة دوري أبطال وبطولة سوبر إفريقي، خد فيهم بطولة محلية كاس مصر، خد فيهم تتويج عالمي برونزية كاس العالم. موسم واحد، المجد كل المجد والشرف كل الشرف لكل من يرتدي تيشيرت النادي الأهلي. هي دي قيمة، هي دي عظمة اسم النادي الأهلي، وده يفرق كتير جداً. النهارده النادي الاهلي في مكانه تانية خارج المنافسه، انا مش محتاج، وما تتجروش لفكره المقارنات، ومحدش يستدرككم لفكره مين افضل من مين ومين احسن من مين ومين يستحق ايه ومين ما يستحقش ايه. احنا باصين في كراستنا، جمهور النادي الاهلي ركز في مشوارك، ركز في فرقتك اللي من قدرها. شوف سبحان الله، يعني في الطبيعي لما تاخد كاس زي دي، لما تحقق بطوله زي بطوله دوري الابطال، تقعد ايام وشهور وسنين تتغنى بعظمه الانجاز. انت 24 ساعة 24 ساعة وبتقفل ملف بطولة، بتفرح مع جمهورك وبتحتفل مع جمهورك وبتستمتع مع جمهورك،
وبتقفل ملفات دوري الأبطال عشان تفتح ملفات الدوري وتبص وتركز في تحقيق إنجاز جديد يضاف ليك ولتاريخك ولفرقتك ولناديك ولجمهورك العظيم اللي بيتهيأ لي حالة الدعم. وإن كانت شوف عظمة جمهور نادي الأهلي، وإن كانت مش حاصلة في مكانها الأصلي، مكانها الأساسي، مكانها الرئيسي، مدرجات الملاعب، لكن حالة الدعم دي والمساندة دي واصلة بشكل كبير جدا. وجمهور النادي الأهلي، والأهلي بيلعب بقاله موسمين وأكتر كمان شوية بدون جمهور، لكن الحقيقة كان الجمهور النادي الأهلي هو الداعم الأول والمساند الأول لفرقته، وصاحب فضل كبير جدا 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 في تحقيق الإنجاز. السؤال الصعب، السؤال صعب جدا جدا، لأن هم كلهم كانوا على المستوى الحقيقي، مفيش حد فيهم اتأخر عن تلبية الندى، اتأخر عن تقديم أفضل ما عنده. نجوم النادي الأهلي امبارح كانوا في أفضل أحوالهم وفي أفضل مستوياتهم. الحقيقة عشان ما أظلمهمش، مش بس ماتش امبارح، الفترة الأخيرة كلها كل الماتشات لعبها النادي الأهلي أداء ونتيجة كان الحقيقة الفريق في أحسن مستوياته. ونتمنى إن شاء الله يكون بداية، لأن أنت عندك مشروع. إدارة النادي الأهلي لما فكرت في الفريق وفكرت في تحقيق البطولات كانت بتفكر في فريق تبني عليه مشروع لسنوات قادمة. كل نجوم النادي الأهلي النهاردة ومتوسط أعمار النادي الأهلي نزل بشكل كبير جدا، وكلهم شباب ما شاء الله، يعني يفرح القلب، كلهم شباب إن شاء الله نبني عليهم لسنين وسنين جاية، وإن شاء الله حالة الدعم مستمر. فنرجع للسؤال الأصعب مرة تانية، مين من وجهة نظركم مضطرين نختار أفضل ثلاث لاعبين في مباراة نهائي دوري الأبطال اللي جمعت بين الأهلي وكايزر تشيفز؟ إجاباتكم مستنيينها على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحات النادي الأهلي، على الفيسبوك، على تويتر، على الإنستجرام، مستنيين إجاباتكم. ونروح لفاصل ونرجع، حلقة النهاردة احتفال مش هنتكلم فيها كتير بقد ما هنفرح وهنحتفل مع كل جماهير النادي الأهلي في السادسة، بس بعد فاصل سريع. ربنا ما بيضيعش مجهود حد ابدا، والحقيقه انه الكاس اللي اتحققت دي، البطوله اللي اتحققت دي، كان وراها من اليوم الاول حقيقه، من اليوم اللي حدد النادي الاهلي فيها هدفه انه يحافظ على لقبه كبطل دوري ابطال، مجهود كبير جدا على كل المستويات، مجهودات انتوا شفتوها من اللعيبه طوال الموسم، كل 90 دقيقه وكل خصم، كل بطل انت بتلعب دوري الابطال، فطبيعي جدا انه اي خصم حتى مهما كان صغير ومهما كان تاريخه صغير هو في النهايه بطل. وانت بتلاعب كل بطل انه مجهودات كبيره جدا بيشوفها الجمهور طوال 90 دقيقه هي مده المباراه، لكن ورا ده مجهودات يمكن اكبر بكتير جدا عشان توصل لمرحله التتويج. قلت انه الموضوع مش بس قصه كوره، صحيح الكوره مهمه، الامكانيات والمهارات والمواهب واللياقه البدنيه والتكتكس اللي بيشتغل عليه مدير، كل ده شيء اساسي ما حدش يقدر ينكر اهميته، ولكن في النهايه المنظومه المرتبطه بقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، احساس اللاعبين جوه اوضه اللبس انه الفريق هو النجم، وانه ما فيش حد افضل من حد الا بالمجهود، وانه ما فيش صغير وما فيش كبير، وانه في سياسه ثواب زي ما في سياسه عقاب، كل ده هو اللي يترجم في النهايه اللي قلت لحضراتكم لحاله الاخلاص والانتماء الكبيره جدا اللي لابد انها تترجم بالبطوله. هيكون معانا المهندس خالد مرتجي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي على التليفون. مساء الخير يا باشمهندس، وخليني في البدايه طبعا ابارك لك، الف مبروك، انجاز طبعا يحسب للنادي الاهلي ويحسب لمجلس ادارته، الف مبروك على التتويج بالنجمة العشرة. مساء الخير يا احمد، ومساء الخير على كل مشاهدينك الكرام، مساء الخير على شعب مصر العظيم، مساء الخير على كل الاهلاويه. الحمد لله رب العالمين، دايما النادي الاهلي هو بيبقى صاحب البسمه على شفاه المصريين، ودي حاجه زي ما قلت قبل كده وقلتها يمكن في القناه امبارح او سام على صدرنا، ان النادي الاهلي دايما بيبقى سبب ان الناس تبقى مبسوطه، الناس تنزل الشوارع تنبسط وتهيص وتقول الحمد لله الاهلي بطل افريقيا والاهلي جاب العشره، وان شاء الله باذن الله القادم يبقى دايما احسن، ودايما النادي الاهلي يبقى في الرياده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجمهوره العظيم اللي هو انا بقول دايما ان الاهلي ملك لجمهوره. الحقيقه هو مش بس فرحه ومش بس تتويج ومش بس بطوله جديده كبيره ومهمه بتضاف لسجل انجازات النادي الاهلي، لكن الحقيقه يبقى دايما النادي الاهلي مثل وقدوه في فكره انك انت تشتغل تحدد اهدافك وتعرف ايه هي نقاط القوه بتاعتك وتشتغل عليها، وتعرف ايه هي نقاط الضعف اللي عندك وتحاول انك انت تتفاداها وتطور من نفسك.
بالتاكيد في محطات كتير صعبه، وبالتاكيد في مواقف صعبه مرت عليكم على مدار، انا مش عايز اقول موسمين، لانه احنا في خلال سنه واحده او في خلال فتره اقل من سنه 8 شهور تقريبا حققنا بطولتين هم الاكبر على مستوى قاره افريقيا. لكن ايه اللحظات او الاوقات الصعبه اللي عدت عليكم كمجلس اداره، وازاي اتعاملتوا معاها على مدار تحقيق الانجاز ده، سواء في النجمه التاسعه او في النجمه العاشره يا باشمهندس؟ بص يا ابو حميد، احنا من ساعه ما جينا طبعا النادي الاهلي من 2013 كانت اخر بطوله خدها، واحنا جينا 2017، فكان يعني الهدف الاساسي ان احنا ازاي نتوج في افريقيا، لان افريقيا والاميره الافريقيه دي هي يعني مطمع الجمهور الاهلاوي اللي احنا كلنا بنشتغل عشان نبسطه. التحديات بالتالي التحديات كانت كبيره قوي من اول يوم. الضغوطات واللي تعرض ليه هذا المجلس من يعني مش عايز اخوض في حاجات قبل كده يعني عدت، لكن انا بقول ان هذا المجلس وعمر هذا المجلس في خلال 4 سنين لم يحدث في خلال مجالس من 1907 ان واجهت هذه الضغوطات وهذه التحديات والشكوك في الزمم وحاجات كتيره قوي الحقيقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بالتتويج مرتين ورا بعض التاسعه والعشره عشان مجهود الناس دي ما يضيعش، وعشان الناس تعرف ان قد كده الناس كانت بتشتغل على قلب رجل واحد. معانا رمز عظيم هو الكابتن محمود الخطيب، ولولا ان هو راجل عنده ثبات انفعالي وراجل رزين وما بي ما بي ما بينفعلش او ما بياخدش قرارات انفعاليه، واحنا عندنا في المجلس شباب لسه اول مره يخش، لما يشوفوا ده رئيس النادي بتاعهم قد ايه ثابت وقد ايه يعني بيبص للنادي الاهلي وقيم النادي الاهلي هي اللي لازم تسود، مفيش شك ان ده كان اختبار كبير، وربنا سبحانه وتعالى كرمنا علشان الناس دي كلها اشتغلت بروح الفانيلا الحمراء لخدمه النادي الاهلي وخدمه جماهير النادي الاهلي. وانا عايز اقول من ساعه ما الكابتن محمود الخطيب مسك ملف الكوره، التجديدات اللي حصلت في الفريق، التدعيمات اللي حصلت، التغييرات في الاجهزه الفنيه، سواء ما جبنا فايلر وراجل عمل شغل كويس، لكن بعد كده ما يمكن لم يعني اخانه التقدير في حته الكورونا والكلام ده كله، واختيار الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لموسيماني، لان راجل فاهم الكره الافريقيه وعارف المنافس بتاعك، وشفت قد ايه الفرقه فيها حب وفيها زي ما انت قلت يمكن في المقدمه بتاعتك، مفيش نجم، النجم هو الفريق، مفيش نجم فوق نجم، النجم بدوافعه وبشغله وبمجهوده جوه الملعب، ويبقى دائما هو النجم الاول هو النادي الاهلي اللي بيصنع النجوم، وليس النجوم هم اللي بيصنعوا النادي الاهلي. النادي الاهلي تاريخ من 1907، ودايما زي ما قلت برضو ان جمهور النادي الاهلي بتاعنا يعني طموح زياده على مش عايز اقول طماع، لكن هو ده النادي الاهلي لا يبغى، وجمهور النادي الاهلي لا يرضى الا ان هو يكون نمره واحد. وباذن الله تعالى زي ما انا قلت برضو امبارح احنا خلصنا العشره، نفكر ان شاء الله باذن الله ازاي نجيب السوبر الافريقي، وبعد كده نتوج ان شاء الله بال11. وانا عايز اقول يمكن عمر مجلس الاداره ده خلاص يعني يعني بيقبل على الانتهاء في خلال ال4 اشهر الجايين، والحمد لله بوجود النجمه العاشره مع النجمه التاسعه مفيش شك ان ده يبقى خير يعني نهايه لهذا لعمر هذا المجلس. وباذن الله تعالى سواء احنا قعدنا او حد تاني جه، انا متاكد ان كل الناس اللي بتيجي ان اعضاء الجمعيه العموميه بتاعتنا المحترمه بتعرف ازاي تختار من يصلح ان هو يقعد على كرسي مجلس الاداره، عشان في الاخر دايما الرياده ونمره واحد هو اللي بيبقى دايما بنبغى فيه. خد بالك انه مسيره الانجازات اللي اتحققت في السنوات الاخيره دي خلقت ثقافة بالذات عند الجيل الجديد اللي بيتعلم يعني ايه يشجع كورة او يشجع رياضة ويشجع وينتمي النادي،
بحجم النادي الاهلي انه ما فيش تنازل عن اي بطوله انت بتخدها، وده بالتاكيد عبء كبير جدا على مجالس الاداره ايا كان مين في موقع المسؤوليه. انا بتكلم حتى على مدار فتره طويله جدا جايه، الناس اتعودت انه ما ينفعش النادي الاهلي يدخل بطوله وما يبقاش على منصه تتويج، النادي الاهلي ما ينفعش يدخل ايا كانت بطوله محليه، بطوله حتى النهارده طموحات النادي الاهلي، انت عارف انا كنت بتكلم من فتره كده على انه انا بحلم كاهلاوي بان انا اروح كاس العالم تاني والعب تشيلسي وليه لا؟ فالنهارده طموحات النادي كل يوم بتكبر، والنهارده جمهور النادي الاهلي لما هيشارك في كاس عالم نسخه جايه طموحه كمان بقى رايح لابعد من البرونزيه، يعني هو خلاص البرونزيه دي بقى بالنسبه له شيء منطقي وطبيعي وعادي، وبالتالي عايز دايما يروح للافضل، وده بالتاكيد عبء على مجالس الاداره وعلى كل حد في موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي. الكلام طبعا مظبوط احمد عايز كتير، لكن في الاخر هو ده الاوبجكتيف بتاعنا، هو ده الغايه بتاعتنا، ان احنا دايما النادي الاهلي ازاي يبقى دايما بيطور من نفسه، ازاي يبقى رائد. يعني النهارده ربنا كرمنا احنا النادي يعني الـ الافريقي الوحيد اللي خد مرتين ثالث العالم. لا طبعا الطموح بتاعنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نصل لمنصه التتويج سواء على المركز الثاني او المركز الاول، هو ده كل طموحنا كله. لكن في الاخر انا عايز اقول يخفي شرف لاي نادي عربي او افريقي ان هو يكون موجود في هذا المحفل العظيم، المحفل العالمي وهو كاس العالم للانديه. وجودك بس ده شرف كبير، انك انت ترفع اسم مصر او ترفع علم مصر في المحافل الدوليه، ده لوحده شرف كبير، وده لوحده انجاز. لكن زي ما انت قلت جمهور النادي الاهلي دايما عايز المزيد، ومجالس ادارات النادي الاهلي دايما عايزه المزيد، عشان في الاخر برضو كلنا بنشتغل عشان نسعد جمهورنا العظيم اللي هو الاساس في كل حاجه، هو العجلة الدفع الأساسية كل حاجة. يعني دايما أما حتى أي قرار بيتاخد بيبقى دايما بيتاخد لمصلحة النادي الأهلي، وإيه اللي في الآخر هيعود على بالإيجاب في النتائج، في مش عايز أقول بس النتائج الرياضية. يعني أحمد احنا اتكلمنا هذا المجلس حقق إنجازات إنشائية وخدمية للنادي الأهلي، متهيألي يعني من مفيش حاجه وعدنا بيها طبعا من خلال قائمه الكابتن محمود الخطيب والبرنامج الانتخابي اللي اتحط. يمكن انا زي ما قلت برضو اكثر من 95%، ويبقى الامل ويبقى الحلم هو استاذ النادي الاهلي، واللي ربنا برضو كرمنا ان شاء الله بدعم الدوله المصريه ان احنا نوضع حجر الاساس لانشائه باذن الله. ان شاء الله خطوه عملاقه طبعا، نتمنى ان احنا نشوفها بتظهر للنور، بس ده ما ينفيش انه حتى ملعب الاهلي والسلام جماهير النادي الاهلي النهارده بقت فرحانه بيه، افتتاح اهلي الاقصر، تطوير قناه النادي الاهلي، التطوير اللي بيحصل في الافرع ومقرات النادي الاهلي في كل مكان، دي حاجه احنا لامسينها يمكن كمان في القناه بشكل يا احمد الاكاديميات طبعا طبعا الاكاديميات بره مصر كمان، فما تفتكرش ان الخطه والفيجن او الرؤيه اللي المجلس الاداره وضعها رئاسه الكابتن محمود الخطيب ماشيه في مسار كويس. وزي ما قلت احنا في نهايه المده بتاعتنا سواء احنا قعدنا او مجلس ثاني جاي باذن الله دايما احنا في اجيال بتسلم اجيال وكل الناس بتشتغل. يعني احنا عايزين نقول ان احنا بدينا من حيث انتهى مجلس المهندس محمود طاهر، اللي هو بدا من حيث انتهى مجلس المهندس كابتن حسن حمدي، يعني كلها اجيال بتسلم بعض علشان في الاخر يبقى دائما وابدا الاهلي فوق الجميع. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا على وعد انك انت تشجع في اليابان زي ما شجعت في المدرجات امبارح، انا عارف ان كان ليك دور كبير جدا، بشكرك ببارك لك، الف مبروك الف مبروك لكل اعضاء مجلس الاداره، اعتقد ان هم كانوا جندي معلوم مش هقول جندي مجهول في تحقيق النادي الاهلي لانجاز طول والاخر، بشكرك شكرا جزيلا طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طيب معانا على التليفون معلش زمايلي قلت لي مين معانا على التليفون؟ طب دكتور محمد سراج طبعا عضو مجلس اداره، اهلا بيك مبروك محمد، الف الف مبروك طبعا، احساس الفرحه يمكن انت لامسه بالتاكيد، جماهير النادي الاهلي ما نامتش امبارح، البطوله دي بالنسبه لكل الاهلاويه غير يعني تبقى ليها مكانه خاصه جدا، واتمنعت علينا كتير فان احنا نفوز بيها سنتين متتاليتين وفي خلال 8 شهور، ده انجاز الحقيقه فرح كل الاهلاويه، الف مبروك. الله يبارك فيك احمد حبيبي، الله يبارك فيك، ومبروك على كل الاهلاويه ومبروك لمصر كلها الانجاز الكبير اللي حققه النادي الاهلي الحمد لله.
كلمني. مش عايز اخش في كلام كبير، بس يهمني اعرف يعني برضو انتوا بالتاكيد تعبتوا، يعني طبعا الفريق والجهاز الفني والطبي والاداري بذلوا مجهودات كبيره جدا، بس انتوا يمكن باك ستيج كده كان ليكوا دور بالتاكيد مهم جدا في وصول النادي الاهلي للمكانه دي. بتكلم يعني كنت ببتدي الحلقه النهارده انه الاهلي كان عنده مشروع، والمشروع النهارده ابتدى يبقى مشروع ناجح، مشروع مربح، مشروع قدامه سنين كتير جايه ان شاء الله نقدر كجمهور نادي اهلي ان احنا نراهن عليه. لا الحمد لله يا احمد، يعني الحمد لله. هو زي ما كان حتى بيتكلم المهندس خالد مرتجي من شويه ان مجلس اداره النادي الاهلي من اول يوم كان في برنامج واضح، وكان في برنامج لكل جمهور او اعضاء النادي الاهلي لاهداف كتيره ولي مجالات مختلفة، مش بس المجال الرياضي او كرة القدم. كان يعني بنتكلم في نواحي كتيرة جدا الحمد لله قدر مجلس الإدارة انه يفي بوعود جمهوره واعضائه. طبعا كان من اهمهم او على راسهم ملف كرة القدم الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة يعني الواحد عايز يحيي الراجل ده على كل المجهود اللي بيعمله وعلى كل التعب اللي بيعمله. الواحد يعني حتى لما بيسافر مع الفرقة بيشوف ده بنفسه، يعني ما شبه مش بينام هناك، بيفضل معاهم طول الوقت، تركيز قوي جدا، بيعمل تركيز حتى للبعثه كلها، يعني مش بس المجلس الاداره، لا اللعيبه والجهاز الفني اللي موجود، وبيبقى كلنا طالعين بهدف واحد وتركيز شديد، ما فيش اهوان بحاجه، ما فيش هزار. فالحمد لله الموضوع ده يعني ثابت في النادي الاهلي ومغروز من جماعه النادي الاهلي، وكابتن محمود شغال عليه بقوه جدا. يعني لذلك الحمد لله هتقدر ان انت تلاقي او تشوف ان في النهايه اللعيبه مركزه جدا في الملعب، مركزه جدا في المباريات بتاعتها، في التدريبات، ما بيستخفوش بمنافس. ده كان واضح جدا في النهائي. ناس كتير كانت بتتكلم انه الموضوع سهل، لا اللي هناك يعني واحنا مع اللعيبه والجهاز الفني بنحضر التدريبات، مفيش استخفاف بالمنافس تماما، واخدين الموضوع بجديه شديده جدا، وعشان كده الحمد لله ربنا كرمنا. اتهاجمتوا في اوقات كتير جدا ولاسباب مختلفه، مش يعني لا داعي للخوض فيها. بتشوف انه التتويج بالبطولات هو افضل رد على كل من هاجم او كل من اساء لاسم نادي الاهلي او لكيان النادي الاهلي؟ طبعا اكيد. يعني هو انا المجلس ده يمكن تعرض يعني لامور كتير يعني كانت يعني ما كانتش بتحصل قبل كده، وكانت ظروف صعبه جدا واستثنائيه، واشتغلنا تحت ضغط كبير في اوقات كبيره جدا يعني. لكن الحمد لله عشان زي ما قلت في البدايه انت كان في نيه اخلاص داخل، عايز تعمل حاجه للنادي الاهلي، عايز تضيف حاجه وتخدم النادي الاهلي، فدي كانت نيتنا كلنا كمجلس. عشان كده الحمد لله برغم اي حاجه شفناها ربنا كرم، وفي النهايه بالعكس الحاجات اي حاجه تعرضنا ليها اعتقد تم الرد عليها، وتم الرد عليها بشكل عملي. يعني تم الرد عليها بشكل عملي سواء في شغلنا، سواء في الانجازات الحمد لله اللي اتحققت، سواء في التوفيق والكرم من عند ربنا الكبير ان شاء الله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. خليني اكلمك شويه على طموحات الاهلاويه. انت عارف انه يعني كتير من جماهير الكوره متفائله بانه تشيلسي هو اللي فاز ببطوله دوري ابطال اوروبا، والناس رايحه البطوله اللي جايه في اليابان وشايفه انه الاهلي مفترض انه يكون ليه دور غير. كلمني على رؤيتك عن طموحك، مش بس كعضو مجلس اداره، انا بكلمك كمان كاهلاوي، كواحد منتمي لكيان النادي الاهلي، واحد من جماهيره. شايف ازاي ممكن الاهلي تكون شكل مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه الجديده؟ وبرده ممكن نعرف ملامح كده ازاي المجلس الاداره بيفكر في انه يدعم الفريق ويدعم الجهاز الفني عشان يحقق انجاز احسن من الانجازين اللي اتحققوا قبل كده وتحقيقه للبرونزيه في بطولتين مختلفتين. بص يا احمد، والله هي بالعكس دي بالنسبه لنا بتبقى حاجه يعني بنستمتع بيها، او حاجه بتبقى متعه بالنسبه لنا ان انت يبقى الطموح عندك ده ما يقفش. يعني والا الموضوع هيبقى روتيني، يعني انت بالنسبه لك تبقى عايز تحقق اكتر واكتر، وعايز ان انت مثلا الحمد لله خدت التاسعه، لا طب انا عايز اخد العشره، طب انا دلوقتي وصلت خلي بالك ل 23 لقب قاري، طب انا عايز اقرب تاني وارجع تاني زي ما كنت الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه في العالم. دلوقتي بعد ريال مدريد يوصلنا عنه 3 بطولات، فبالتالي هيبدا برضو الطموح عندك يزيد ان انت عايز
تعدي الرقم ده. الحمد لله ده احنا بنوجده دايما في نفسنا وبينعكس على المنظومه كلها اللي موجوده جوه النادي. فطبعا كاس العالم برضو من حق مشروع وطموح مشروع لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي. ليه لا انه يحدث يعني في يوم من الايام. اكيد البطوله اللي جايه هيبقى فيها تركيز قوي جدا ان شاء الله. يا رب يحقق انجاز لم يحدث من قبل يكون افضل ان شاء الله. نتمنى ده. عايز اسالك على مستر موسيماني، لانه واحد من القرارات اللي اتهجمت اداره النادي الاهلي عليها في اوقات كثيره جدا. وموسيماني كمدير فني تم انتقاده وتم الهجوم عليه في مناسبات كثيره جدا، وحتى البطوله الاخيره اللي حققها على حساب نادي الزمالك واللي تخطى فيها يمكن قبل مواجهه الزمالك الوداد كانوا بيقولوا انها بطوله فايلر. النهارده الراجل بيقدم بطوله من الجلده للجلده، من اول السطر لغايه ما كتب كلمه النهايه وفاز بيها. رؤيتكم يعني او تقييمكم ايه لمستر موسيماني، ورؤيتكم ايه لمستقبله مع النادي الاهلي؟ برضه بصراحه هو الراجل ده يعني راجل ممتاز، على مش بس على المستوى العملي وعلى مستوى الشغل، على مستوى الشخصيه يعني راجل مركز جدا في شغله وفوكس جدا على شغله. وكنا ساعات حتى احنا بنيجي ننزل مثلا في الوقت بعيد عن التدريبات والمحاضرات واللعيبه، وقت الظهر ممكن ننزل شويه في الاوتيل تحت نقعد انا ومثلا مع المهندس خالد مستجد، بنلاقيه هو قاعد على يعني على جنب لوحده شغال مركز بيذاكر الفرق اللي هيلعبها او طرق اللعب المختلفه، يعني طول الوقت قاعد شغال. فعشان كده الحمد لله ربنا يعني كرمه، وهو كان اختيار موفق بصراحه من البدايه برضو لكابتن محمود الخطيب، يعني احييه عليه لانه كان اختيار في وقت صعب جدا، وكان ناس كتير هاجمت الاختيار ده، لكن الحمد لله الرهان كان في محله. يعني بعتقد انه واتمنى في نفس الوقت انه يكون قاطع طريق على كل اللي بيزايدوا او بيشككوا في قدرات مستر موسيماني. اعتقد انه الراجل العلامه الكامله، ما فيش بطوله شارك فيها مع النادي الاهلي الا وكان صاحب بصمه وصاحب انجاز. ويهمني اسمع منك في نهايه يعني المكالمه اللي بشكرك عليها طبعا كلمه لجمهور النادي الاهلي الداعم الاول والمساند الاول للنادي الاهلي في كل البطولات. لا طبعا هو جمهور النادي الاهلي ده زي ما انت قلت يا احمد من شويه، العقبات اللي انتوا تعرضتوا ليها وكده، احنا لولا جمهور النادي الاهلي ما كناش هنجتاز اي عقبات. يعني اشتغلنا واشتغلنا باخلاص واشتغلنا بقوه، عشان كده ربنا دايما بيكرم اللي بيجتهد واللي بيشتغل. لكن في النهايه اللي سندك فعلا في الوقت الصعب واللي بتشوفه في الوقت الصعب اكتر من الوقت السهل هو جمهور النادي الاهلي. يعني دايما بتلاقي هو السند الحقيقي ما بيهموش اشخاص، ما بيهموش مين موجود، هو بيهمه الاسم النادي. فعشان كده الحمد لله ده سر النجاح يعني. وانا اكيد بنهدي لهم البطوله العشرة والف مبروك ليهم، وافرحوا كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد على مصر كلها. وعليك وعلى كل اللي بتحبهم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سراج عضو مجلس النادي الاهلي اداره النادي الاهلي، ومره ثانيه بكرر التهاني، ويا ريت تنقل لكل طبعا اعضاء المجلس والمسؤولين في النادي الاهلي كل التهاني على تحقيق البطوله العشرة اللي بالتاكيد فرحت مصر كلها الحقيقه. طيب عندنا كلام كتير جدا، كلام لمستر موسيماني، تصريحات ليه عن الفتره اللي الراجل اتكلم يعني طلع اخيرا عمره ما رد الحقيقه، تعرض لانتقادات كتيره جدا وتعرض لتشكيك في قدراته في اوقات كتيره جدا، وتعرض لاساءات للاسف الشديد جدا كتيره جدا، ورغم كده الراجل ما ردش. الراجل كان في قمه واقصى درجات الالتزام، ركز في شغله وركز مع فرقته، قدر تماما على حد تعبيره الفرصه اللي اداها له كابتن محمود الخطيب والثقه الغاليه اللي حطها فيه. والحقيقه ان الراجل كان على قد التحدي، التحدي لما تكون على مستوى مسؤوليه النادي الاهلي انت اذا امام تحدي كبير، تحدي على مستوى المنافسه والبطولات اللي انت بتشارك فيها، تحدي على مستوى الظروف والصعوبات اللي ممكن تكون بتقابلك، وتحدي كمان وده التحدي الاصعب واللي يمكن مش كتير من المديرين الفنيين عندهم القدره على التعامل معاه، هو التحدي في تحمل ضغط الجماهير. وما ادراك ما هي جماهير او ما هو حجم جماهير النادي الاهلي وحب وعشق جماهيره لهذا الكيان. فاصل ونستقبل كابتن احمد عادل ضيفنا النهارده في السادسه، ونشوف بقى ردود الافعال عالميه، نشوف الانديه اللي من كل حته في العالم، اكبر انديه العالم اللي وجهت تهنئه للنادي الاهلي وجماهيره على تحقيق النجمه العشرة، ردود الافعال الخاصه ب واللي رصدناها لحضراتكم على مستوى الصحف وسائل الاعلام اللي غطت انجاز النادي الاهلي وتحقيقه لنجمه العشرة، والارقام القياسيه الجديده، سطر جديد من الارقام القياسيه
اللي بيكتبه النادي الاهلي وبيسجله في تاريخ ارقامه القياسيه الكتير جدا الحقيقه، اللي بياكد منها ان هو نجم نجوم وسيد اسياد وملك ملوك قاره افريقيا. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه. الفرحة في كل مكان، امبارح جماهير النادي الاهلي مش بس في مصر، طبعا الاغلبية الكاسحة في مصر احتفلت، لكن الحقيقة يمكن جاي لنا فيديوهات ولقطات من كل مكان في العالم، جماهير النادي الاهلي بتحتفل بانجاز الفرقة بتحقيق النجمة العاشرة. الحقيقة السنة الأخرانية دي كانت سنة حلوة جدا، سنة سعيدة جدا، يعني ملايين من عشاق أي فريق كورة في العالم، الناس اللي بتحب الكورة بتعيش كورة وبتتنفس كورة، تتمنى إنه فريقها يحقق الكم ده من الإنجازات، بس مش أي فريق الحقيقة، لازم يبقى فريق بمقومات ومواصفات النادي الأهلي عشان تطلع من بطولة تحقق البطولة اللي بعدها. العلامة الكاملة، خلينا نقول العلامة الكاملة للنادي الأهلي طوال الموسم اللي فات والموسم الحالي في كل البطولات اللي شارك فيها، حتى في كأس العالم للأندية وإن لم يتوج لكنه حقق ميدالية برونزية كانت كافية جدا ومرضية جدا لطموح جماهيره، بس سقف الطموح ده عالي شوية، وأملنا كبير إن شاء الله في كأس العالم للأندية اللي جاي في اليابان. بيشرفنا نجم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل، أهلا بيك يا أبو حميد، نور الدنيا وألف مبروك. طبعا أهلا بحضرتك، وأنا سعيد إن أنا أبقى موجود معاك دايما وبتبقى في لحظات سعيدة. النهاردة إحنا بنحتفل، يعني في أوقات كتير جدا بتشرفنا في السادسة بنتكلم في مطبات صعبة وفي صعوبات الفرقة بتاخدها وفي تلاحم مواسم وضغط مباريات وحالة إجهاد وابتعاد، لا النهاردة إحنا يعني ناس فرحانة الحقيقة بشكل كبير جدا. أكيد ده اللي كنت بتكلم مع حضرتك في كل الحلقات قبل كده، إن لعيبة على قد المسؤولية. طبعا ببارك لمجلس إدارة النادي الأهلي ولكل جماهير النادي الأهلي البطولة العاشرة والنجمة العاشرة للنادي الأهلي، بطولة تضاف لدولاب تاريخ النادي الأهلي مع جيل أنا بشوف إن هو من أفضل الأجيال اللي هتمر على تاريخ النادي الأهلي وتحقيق إنجازات. مبروك للجهاز الفني ومبروك للعيبة رجالة وفعلا على قد المسؤولية، كلهم نجوم يعني ما حدش يقدر يقول اسم حد وينسى حد. بس أنا الحقيقة عايز أبتدي معاك شوية بموسيماني. ليه؟ لأنه في أوقات كتير جدا الراجل ده اتهاجم وانا اقبل انه يبقى في انتقادات. اي حد بيشتغل في عمل عام زي بالذات لما تكون في نادي بحجم نادي الاهلي وراه قاعده جماهير تتخطى 80 مليون، ولو قلت على مستوى العالم 100 مليون مش هبقى ببالغ، انت ممكن تكون محل انك انت تنتقد في اوقات كتيره جدا. لكن انه الموضوع يتجاوز فكره الانتقادات ويبقى اساءه وتشكيك في امكانياته وتشكيك في قدراته، ده اللي في اوقات كتيره جدا كنت بعتبره صعب وما كنتش شايف ليه مبرر، لانه الراجل كان ماشي زي القطر. يعني راجل من ساعة بتولى المسؤولية تولى في ظروف صعبة جدا، ومع ذلك لم يخفق في أي مشوار بطولة خاضها مع النادي الأهلي. النهاردة كان ليه صورة حابب أسمع تعليقك عليها، الصورة دي هو نزلها على صفحته بالظبط، البوست اللي حضراتكم شايفينه كتب فيه العشرة لاديسيما ديليفرد، يعني تم توصيلها أو تم تحقيقها، وإنه لما ربنا يبقى يعني هو المسيطر على كل شيء والمتحكم في كل شيء البشر ما يقدرش يعمل اي حاجه. انا احتفظت بالصوره دي من تاريخ 28 مايو، كانت علامه العشره اللي حقق النادي الاهلي امبارح وكانت كفيه النادي الاهلي. تحمل ضغوطات كبيره قوي يا كابتن احمد، ورغم كده فضل ساكت، ورغم كده فضل مركز في شغله، ورغم كده اكتفى بان هو يرد في الملعب. هو ده اكيد هيرجع لمردود ان انت ماسك اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الوطن العربي بتحقيق انجازات وبطولات، بتبقى مطالبه منك على قد ما انت ماسك نادي كبير على قد ما هتتعرض لانتقادات كبيره جدا.
لكن احتراما للراجل والفكره، هو كان قافل على فكره بشكل كبير، واثق في قدرات نفسه، واثق في قدرات لعبته. انا زي ما اقول لحضرتك مجلس اداره النادي الاهلي زي ما اقول لك يعني بيوفر كل سبل النجاح لاي مدير فني، فهي منظومه طبيعي ان انت تنجح فيها، لكن زي ما بنتكلم على اللعيبه ان عليها ضغوط، زي ما بنتكلم على مدير فني اكيد عليه ضغوط. مدير فني بيضرب ارقام، بيضرب ارقام، وده اللي هيحاسبه عليه مجلس اداره النادي الاهلي. وبيفضل يعني مجلس اداره النادي الاهلي ما بيتحاسبش مع المدير الفني بالقطعه، خساره مباراه او تعادل مباراه سواء في الدوري سواء في افريقيا، لكن هو في الاخر هو هيتحاسب على البطوله. وفعلا الراجل من بطوله لبطوله محقق البطوله التاسعه ومحقق صحيح. البطوله العاشره، فكل الحاجات دي وان دل فيدل على ان هو راجل شخصيه قويه جدا، راجل واثق في امكانياته، واثق في فكره، بيقدر يطبق اسلوب لعبه او بيفرض اسلوب لعبه على اي فريق، واللعيبه مساعده اكيد بشكل كبير جدا. طبعا شوف صوره ثانيه لطيفه جدا كنت حابب برضو اهديها لمستر موسيماني الصحيه، لان بيتسو يستحق دايما الافضل. ثلاث كؤوس افريقيه حققهم بيتسو موسيماني كمدير فني، واحده طبعا حققها 2016 مع سان داونز، والثانيه حققها بيتسو موسيماني السنه اللي فاتت على حساب نادي الزمالك طبعا مع النادي الاهلي، والثالثه حققها السنه دي على حساب كايزر تشيفز. انجاز يضاهي ويوازي انجاز زين الدين زيدان مع الريال الملكي مع ريال مدريد. اكيد انجازات بتضاف له، انجازات بتضاف له، بتضاف له تاريخه، وخصوصا ان هو محقق ثلاث بطولات افريقيا، دي حاجه مش سهله على اي مدير فني. لكن بتتكلم في ارقام انا بشوف انها مرعبه جدا، ارقام انت بتكسب سيمي فاينال، بتكسب ذهاب وعوده، وبتكسب فريق، بتكسب ذهاب وعوده في النسختين، في النسختين ومع بتكسب مين؟ وداد، وداد والترجي. فلكن دي ارقام انا بشوف ان هي ارقام مرعبه جدا، مع ان مستر موسيماني نسبه التوفيق معاه بشكل كبير جدا، وهو شغال على ده. يمكن انا كنت معترض لبعض التصريحات او اللي بيهاجموا النادي الاهلي او بيهاجموا اداء مستر موسيماني او بيهاجموا طريقه الجوان اللي بيجيبها لعيبه النادي الاهلي، لكن اللعيبه بتشتغل على عامل التوفيق، جهاز فني بيشتغل على عامل التوفيق، وهنا كوره فيها توفيق وعدم توفيق طبعا. لكن اللعيبه مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره عمر التوفيق ما هيبقى ملازمك الا لو انت شغال عليه كويس. صحيح، لكن حته حظ او بالصدفه او الكلام ده ما فيش حاجه اسمها في الكوره كده، والحظ ممكن يخدم مره بس ما يخدمش مرتين وثلاثه وعشر. شغالين على عامل التوفيق كويس، لكن ما فيش حاجه اسمها مدرب محظوظ او لا، مدرب موفق او مش موفق، اللعيبه مش شغاله على عامل التوفيق او لا. يمكن كان في بعض الانتقادات اللي سمعتها ومش استفزتني، يعني ما كانش له داعي خالص الهدف بتاع محمد شريف اللي هو لعبها وضربت في العارضه ورجعت له تاني، هو طبيعي كانت ممكن تطلع بره او ترجع، لا هو ربنا كرمه او اجتهد فالكره رجعت له تاني فجابها جول. لكن اداء متميز طبعا من شريف ومن كل اللعيبه، من قفشه، من كل اللعيبه. يمكن عايز برضه ارجع بالذاكره ورا شويه، انا اطمنت على البطوله ان هي تبقى موجوده داخل النادي الاهلي من موقف، لان احنا كنا عايشين المواقف دي من موقف محمد الشناوي بعد مباراه الترجي في مباراه الذهاب، لما قفل طلع الصحفيين كلهم وقفل، ما كانش مستني مدير فني وما كانش مستني مدير كوره هيقول له هتعمل ايه، لكن ده حصل فعلا ان هو طلع كل الصحفيين بره وقفل على اوضه اللبس اللي بتكلم مع حضرتك فيها دايما. ايوه لسه في ماتش تاني من في ماتش تاني وفي شوط تاني في مصر، لكن هم كانوا شغالين. ويمكن لما تشوف تصريح محمد الشناوي، الحكايه بدات من مباراه سان داونز الخمسه، وهم وعدوا جماهير النادي الاهلي وحققوها التاسعه، ووعدوا جماهير النادي الاهلي تاني كلاعيبه وجهاز فني ان هو حققوا العاشره. فدي دي بطولات وانجازات وهتضاف للعيبه اكيد. طيب انا عايز اتكلم معاك على فكره ان الفرقه استوت، يعني فرقه النادي الاهلي النهارده احنا كنا بنتكلم على فرقه مشروع من موسم واحد بس، مشروع بتتبناه اداره النادي الاهلي، وحط امل كبير جدا على فريق شاب، فريق صاعد واعد زي ما بيقولوا كده، وكسبت الرهان بدري بدري ببطولات حدث ولا حرج، رباعيه السنه اللي فاتت ان شاء الله تكمل بالخماسيه بتاع السوبر مصري، وفي السيزون الجديد ان شاء الله باذن الله مع دوري الابطال عندنا القدره ان احنا نحسم سوبر افريقي تاني، نروح كاس عالم تاني ونحسم دوري وكاس. بس خليني اقول لك بقى تصريحات موسيماني نفسه، بما ان احنا مع موسيماني دلوقتي. موسيماني بيقول لك ايه؟ ان انا لغايه اللحظه راجل فايز ببطوله افريقيا وخد كل البطولات اللي لعب فيها مع النادي الاهلي لغايه النهارده، بيقول لك لم اصل للمستوى الذي احلم به مع النادي الاهلي. وبيشكر، بيقدم شكر للخطيب
على انه وثق فيه، ومش بس كشخص بيتسو موسيماني، ولكنه كمان بيشكره على انه حط الثقه في مدرب افريقي، وقال انا كان عندي قدره في مناسبتين ان انا احسم بطوله دوري الابطال، مره على حساب مدير فني برتغالي اللي هو باتشيكو مع نادي الزمالك، والتاني مره على التوالي على حساب ستيوارت باكستر مدير فني الاسكتلندي لكايزر تشيفز. فبالتالي ان الاوان، هو بيوجه رساله افريقيا، ان الاوان انه افريقيا تثق في اولادها زي ما وثقت في محمد صلاح وساديو ماني اللي قدروا يجيبوا بطوله دوري ابطال اوروبا لنادي ليفربول. دي رسائل مستر موسيماني وتعليقه على موجه الهجوم اللي تعرض ليها. اكيد كانت حاجه جديده على مستوى افريقيا ان مدير فني افريقي من داخل القاره الافريقيه ان هو يمسك النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لحضرتك دايما ان مستر موسيماني كلامه وتصريحاته ان هو عنده اهداف كبيره جدا، عنده طموحات كبيره جدا بتتماشى مع طموحاته وسياسه النادي الاهلي، عشان كده بتلاقي في الاخر في بطوله. لكن تصريحات، انا بشوف ان اي حد عنده الطموح او عنده هدف ما بيحطش سقف للطموح. كنا احنا بنمر بده فترات كبيره جدا، كنا لسه حاققين بطوله وبنرجع فبنخش بطوله تانية. صحيح، لكن بناخد انا استوقفني التصريحات دي لانه احنا بنتكلم على ثقافه وعقليه. انا بتوقع انه حد فاز بكل الالقاب دي وختمها ببطوله دوري الابطال كان منتظر يرد او يهاجم على كل منتقديه او المسيئين ليه في الفتره الاخيره، لكنه ما اتكلمش كده واتكلم على الاهداف اللي هو عايز يحققها مع النادي الاهلي. خلينا نتكلم اكتر عن فرقتنا وعلى مستوى اللي وصلنا ليه مع مستر موسيماني وعلى فرحتنا بالتتويج، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عادل. لما بنتكلم الكبار اللي زينا، يعني يقولوا الانشيلوتي كده ياخد باله عشان الاهلي بيقرب سنه بسنه، وان شاء الله باذن الله صداره انديه العالم على مستوى البطولات هتكون من نصيب النادي الاهلي قريب جدا. مره ثانيه برحب بكابتن احمد عادل، اهلا بيك يا ابو حميد، ومره ثانيه ببارك لك طبعا، الف مبروك. اهلا بيك وحبيبي دايما يعني. ده جزء من احتفالات الاهلاويه في فلسطين طبعا، جماهيريه عريضه جدا في كل انحاء العالم، والماتش امبارح الحقيقه تابعه كل جمهور نادي الاهلي في كل مكان في العالم. ما ده السبورت دايما من خارج مصر وفي كل الدول العربيه هتلاقي جاليات مصريه كتير واغلبيه اهلاويه، وانا شفتهم بشكل كبير جدا خارج مصر، ويمكن بيوصلوا 2 او 3 مليون خارج مصر وفي الدول العربيه، فاكيد بتبقى فرحه كبيره جدا وبتهون الصعوبات اللي عندهم. يعني يمكن فرحه النادي الاهلي او فرحه الفوز بدوري الابطال بتهون الصعوبات اللي بيواجهوها حتى بره، او ده المتنفس الوحيد. صحيح، ان هو النادي الاهلي بيفرحهم، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي بتفرحهم، ودايما كده اشوفهم فرحانين ان شاء الله. وفي لقطات ثانيه ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي برضه، يعني لقطه لما اللعيبه استلمت الميداليات وراحت حطيتها على رقبه كابتن محمود الخطيب، شفنا لقطه امبارح مشابهه. خلينا كده نعرض لحضراتكم لقطه لطيف، سيلفي لطيف كده اتخذ على هامش بطوله امبارح. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وتيشرت محمود الخطيب الرقم الشهير طبعا رقم 10، اللي بالمناسبه زي ما كان رقم الاسطوره في عهد اللاعب محمود الخطيب اتحول لرقم اسطوري جديد بس في سجل رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، بيبو رقم 10. واحساس اللاعبين بالدور والمسؤوليه كبيره جدا، مش بس كرئيس نادي الاهلي، كواحد من اساطير الكره في النادي الاهلي. كابتن احمد، ما اكيد تحيي كابتن الخطيب وهو رئيس النادي الاهلي للبطوله، ده يعني بيدي مردود ان دايما مش كابتن محمود الخطيب اللي هو اللاعب الاسطوره، لكن بقى اسطوره في الاداره بتحقيق البطولات بتحقيق الانجازات. بتشوف اللعيبه بتلتف حوالين منه زي ما بتشوف مجلس الاداره بيلتف حوالين كابتن محمود الخطيب، ودي يمكن ابسط حاجه تحصل لكابتن محمود الخطيب، وخصوصا هو لاعب اسطوره وخصوصا وهو رئيس نادي. يمكن مش اي حد يبقى بيقعد على كرسي النادي الاهلي او بيجلس على كرسي النادي الاهلي
لكن بقيمة كابتن محمود الخطيب وتحقيقه للإنجازات والبطولات، مش دوري ودوري أبطال أفريقيا بس لكن كل البطولات، ده بيحقق نجاحات كبيرة جدا وبيدي مردود للناس، لا إن هو أسطورة حتى في الإدارة، مع طبعا مساعدة ومساندة بشكل كبير جدا من أعضاء مجلس الإدارة. أكيد مجلس إدارة قوي، عارف مهامه كويس، عارف مبادئ وقيم النادي الأهلي كويس، وبيشتغلوا على البطولة وبيوفروا كل سبل إمكانيات النجاح للعيبة وللجهاز الفني طبعا. عشان كده في الآخر هتلاقي بطولة. أكيد مبروك للكابتن الخطيب والمجلس الإدارة، إنجاز كبير جدا، ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي واللعيبة. طبعا امبارح بالليل كان الناس بتقول 11 يا أهلي يعني يعني عارف لا ما فعلا بعد احنا بعد التاسعة يمكن ما حققنا التاسعة قالوا العشرة يا أهلي. وده بيوصل للعيبة يعني، للمعلومة برضو ان ده بيوصل للعيبة وبيحط على عاتقهم مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، وفعلا اللعيبة تبقى خد بالك برضو في حتة شوية ان جمهور الأهلي يعني حسها انه البطولة اتمنعت علينا كتير، يعني من 2013 للسنة اللي فاتت الأهلي بيوصل فاينل وبتحس ان البطولة مقربة منك جدا، وفي آخر لحظة بتروح، فإنها تبعد عنك كل الفترة دي حاجة احنا متعودناش عليها، وانك انت تاخدها سنتين ورا بعض، اعتقد منهم واحدة على حساب طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك وهو واحد من اقوى اندية قارة افريقيا، بالتأكيد برضو كان ليها طعم ومذاق خاص جدا. اكيد جماهير النادي الاهلي زي ما في شعارها دايما على الحلو والمر معاه، انت فعلا كنت على المر قبل الحلو مع النادي الاهلي، خصوصا زي ما حضرتك بتقول دي انا بشوف ان دي احسن مكافأة على مدار سنتين، واللعيبة كان عندها ده، كان عندها ان هي فعلا عايزه تعوض جماهيرها، تعوض جماهيرها، وخصوصا لما بتشوف اخفاقات او نتائج او خسارات، لا بتلاقي اللعيبه عنده حسن الظن، بتلاقي صحيح. مسانده جماهيريه بشكل غير عادي، حتى هو اكتر من ان هو محقق البطوله، بتلاقي مسانده في الازمات، مسانده في المواقف الصعبه اكتر من ان هو محقق البطوله، فدي حاجه مش جديده على جماهير النادي الاهلي، عشان كده هم يستاهلوا كل حاجه كويسه، يستاهلوا كل فرحه، وبقول لهم طبعا افرحوا، حققوا تفرحوا، وفعلا انتوا خير سبورت او مسانده للعيبه، واللعيبه واصل لها دوت، وفعلا اللعيبه بتبقى عند حسن الظن. تعال نشوف بقى ردود الافعال في العالم كله، يعني الحقيقه العالم كله احتفل بانجاز النادي الاهلي وبتحقيقه للنجمه العاشره في تاريخه. نستعرض مع حضراتكم كده سريعا جدا مع كابتن احمد عادل وهو موجود معنا في الاستوديو اهم عناوين الصحف العالميه اللي يعني نورت او بروزت انجاز النادي الاهلي بتحقيق النجمه العاشره في تاريخه. طيب يمكن نبتدي بسكاي سبورتس. الاهلي هو الملك في افريقيا ويحقق اللقب العاشر في بطوله دوري الابطال. البي بي سي سبورت طبعا الاهلي المصري يهزم كايزر تشيفز 3-0 ويحقق رقم جديد، يحقق رقم البطوله العاشره او التتويج العاشر في بطولات افريقيا. نروح لموقع اسباني كابي الاسباني. الاهلي يحكم القاره الافريقيه بعد رفعه او فوزه بلقب دوري الابطال للمره العاشره في تاريخه. طبعا فرانس فان كاتر الاهلي المصري يهزم كايزر تشيفز ويحقق رقم جديد او لقب جديد، هو اللقب العاشر في دوري ابطال افريقيا. في موقع اي او ال ده يمكن احد المواقع الجنوب افريقيا، بيتسو موسيماني مع الاهلي يسحق كايزر تشيفز عشان يفوز باللقب العاشر في دوري الابطال. وطبعا ده موقع البطوله المغربي، الاهلي يقضي على حلم كايزر تشيفز المنقوص ويحقق اللقب العاشر. طبعا يمكن ردود الافعال كانت كتير جدا، وطبعا يمكن دي اهم العناوين اللي رصدناها في الساعات الاخيره على اللي اتكلمت طبعا على تتويج وفوز النادي الاهلي بالنجمه العاشره. مسؤوليه كبيره، ورغم انك انت بتحقق انجاز كبير جدا، يعني حلم كبير لاي نادي انه يحقق بطوله دوري ابطال. انا بعتقد نادي زي كايزر تشيفز مثلا لو لا قدر الله كان حقق البطوله دي، كانت الاحتفالات في كايزر تشيفز او في جنوب افريقيا هتقعد وتستمر الايام وشهور، لكن انت بتحقق اللقب بعدها على طول بتقفل الصفحه، بتريح الفرقه 48 ساعه عشان ترجع زي ما موسيماني بيقول
لقب او بطوله الدوري العام المصري هي البطوله الاهم وتركيز كله منصب عليها في الفتره اللي جايه. ما ده فعلا اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني وبيشتغل عليه اللعيبه، ان على طول قفل الصفحات، وده يمكن كده هتشوفه في فترات كبيره جدا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو ان احنا بناخد كل بطوله ببطولتها، لكن ان انت بتحقق دوري ابطال افريقيا وبترجع عندك بطوله مهمه زي الدوري، فدي هي دي مقاومات البطوله اللي بتبقى عند المدير الفني، بتبقى عند المجلس الاداره، بتبقى عند اللعيبه، انهم على طول بيقفلوا الصفحات وبيركزوا. من الفرحه ما بتاخدهمش، بعد يومين او بعد ثلاث ايام هتلاقي تركيز كبير جدا في بطوله البنك الدوري. الاهلي الماتش اللي جاي اكيد هيبقى في تركيز كبير جدا في بطوله الدوري، وان هو بيلعب على البطوله، ان كل بطوله اكيد بتضاف والنادي الاهلي مش جديد عليه ان هو حقق دوري عام وقريبا ان شاء الله هتحقق دوري عام ومحقق بطوله افريقيا، فدي انجازات اللعيبه بتشتغل عليها كويس، المدير الفني بيشتغل عليها كويس، وزي ما بتشوف تصريحات مستر موسيماني ان هو على طول ان هو لسه ما وصلش للسقف، راجل محقق دوري ابطال افريقيا وازاي انت لسه ما وصلش للسقف طموحاتك مع النادي الاهلي، لكن دي مقومات النجاح اللي زي ما بقول لحضرتك بتبقى عند المدير الفني وعند اللعيبه، وفعلا مش كلام، لا هم شغالين على كره الاهلي بقت غير يا كابتن احمد. يعني تحديدا يمكن كنت بكلم معاك انه من ساعه البريك اللي خدته الفرقه الست ايام اللي قبل ماتش رادس بتاع الترجي، وبدايه من ماتش رادس لغايه ماتش نهائي دوري الابطال، انا شايف ان الفرقه بقت ما شاء الله ما شاء الله فايقه قوي. اللعيبه لعيبه كتير جدا في اعلى مستوياتها، لاول مره من فتره طويله بقيت تحتار لما تيجي تختار تشكيله النادي الاهلي تبتدي بيها المباراه. الاهلي على مستوى الاداء والنتائج مكسر الدنيا، يعني انا بتهيألي من ماتش رادس لغايه امبارح بنتكلم على 19 جول مسجله النادي الاهلي، 3 اهداف بس دخلت مرمانا. لعبت تقريبا في الفتره دي ماتشات كلها صعبه، سواء كنت بتتكلم على ماتشات الدوري المحلي او ماتشات بطوله دوري الابطال، وقدرت تنتزع النجمه العاشره من انياب كايزر تشيف طبعا الحصان الاسود في بطوله افريقيا. اكيد لو هنتكلم فنيا انت بتتكلم عن النادي الاهلي ان هو في التشكيل الاساسي هو محافظ على القوام، يعني محافظ على قوام التشكيل الاساسي اللي هو ما بيتغيرش منه واحد او اثنين، والظروف اضطراريه سواء لو في اصابات سواء لو في حتى في تبديل مثلا مسلمين عايز يدخل حد مثلا في الناحيه اليمين اكرم مثلا مكان هاني، لكن التغييرات او الروتيشن مش هتلاقيه في كتير جدا، عشان كده هتلاقي الاداء على طول في ارتفاع. انت عندك مفاتيح اللعب برضو فنيا هي فايقه مع النادي الاهلي ومفوقه الفرقه، بتتكلم على شريف، بتتكلم على طاهر، بتتكلم على قفشه، بتتكلم على الثلث الامامي حسين الشحات اللي يمكن بقاله ماتشين او ثلاث مباريات ما بشوف، يعني برغم الفتره الاخيره والانتقادات اللي كان بيتعرض لها حسين، لكن دي ميزه من مميزات اللعيبه الكبيره ان هو بيقدر يجيب نفسه تاني ويرجع بيقدر يكسب فريق النادي الاهلي، ودي الميزه ان انت عندك مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي انا بشوف ان هي من افضل الحاجات اللي بيملكها فريق قوي، ان انت عندك 6 أو 7 مفاتيح لعب ان انت بيقدروا يكسبوك في اي وقت. عندك علي معلول جابها قويه جدا، هنا الفريق اللي هينافسك او اللي هيلعبك او اللي هيلعب قصادك هو مش هيعرف يوقف مين ولا مين او هيقفل على مين. السؤال بقى اللي اساله لك بس بعد الفاصل او هسمع منك اجابته بعد الفاصل، ازاي لعيب يجي سنه او سنتين في النادي الاهلي وياخد الروح دي ويكسب شخصيه النادي الاهلي؟ تيشرت النادي الاهلي بتزود اللعيب ازاي؟ زي كنت بكلم على قفشه ولا زي كنت بكلم حتى على لعيبه سنه اولى اهلي زي بدر بنون، زي طاهر محمد طاهر، زي اكرم توفيق، زي حمدي فتحي، صلاح محسن، سيزون 2 اللعيب بيجي الاهلي لعيب كويس علي ونجم ومقاومات كبيره جدا، تحس انه بيلعب بقاله 10 سنين في النادي الاهلي، وتيجي تشوف حاجه ثانيه خالص. خلينا نسمع ردك واجابتك على السؤال بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. طيب زي ما كنت بقول لحضراتكم، في فترة قصيرة جدا وده يعني دي اللي بنترجمها على طول كده بالمصطلح الدارج روح الفانيلة الحمراء، لكن هو بجد هي روح الفانيلة الحمراء دي ليها مردود تقدر تترجمه ليها حاجة ملموسة يعني، ولا الكلام ده مجرد شعارات؟ لا، تعال نبص كده على لعيب زي قفشة، جه الأهلي من كام موسم وفي خلال قد إيه بقى محمد مجدي قفشة مان اوف ذا ماتش امبارح، واحد من اهم صناع اللعب في مصر ان لم يكن اهمهم من وجهه نظري المتواضعه جدا، يعني مش امر ملزم لاي حد. تعال نشوف محمد شريف سنه اولى اهلي، الولد عامل ازاي السنه دي وازاي بالنسبه للكره المصريه مش بس بالنسبه للنادي الاهلي. تعال نشوف لعيب زي حمدي فتحي، لعيب زي اليو ديانج، جه الاهلي من قد ايه وفي خلال فتره قد ايه بقى اليو ديانج اللي العالم كله النهارده بيتكلم عليه، وغيرهم مش بتكلم على نماذج، انا بتكلم على فكره، بتكلم على فلسفه، بتكلم على طريقه شغل، وخصوصا كمان انه لازم نحط في الاعتبار ان الفرقه دي عانت من صعوبات كتيره جدا. اخر فرقه مخلصه
الموسم اللي فات، ابتدت بعد الموسم الاخير دخلت على مسابقات الموسم الجديد على طول، فيش مسابقه دخلتها الا ما حققت لقبها، تعرضت لضغط مباريات كبير جدا، وهي اكتر فرقه لو اتكلمنا على مستوى الدوري المصري مثلا اكتر فرقه في مصر لعبه ماتشات. تترجم ده بايه يا كابتن احمد؟ وخصوصا زي ما قلت لحضرتك يعني نقطه من اول السطر كده، بالذات كمان من مرحله بدايه ماتش رادس مع الترجي التونسي في بطوله افريقيا. ده بيبقى السبب الرئيسي فيها استاذ احمد اوضه اللبس. اوضه اللبس واللعيبه الكبيره اللي داخل اوضه اللبس، يمكن ده اللي بيسهل على اي لعيب جديد او على اي صفقه جديده ان هو بيخش في نفس الاجواء. حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى في اوضه اللبس، هتلاقي اللعيبه دي كلها بتخرج مع بعض، اللعيبه دي كلها بتخرج مع بعض، هتلاقي خمسه سته خارجين مع بعض بره الملعب، هتلاقي سلوكياتهم مع بعض او هم في بيوت بعض دايما في اي مناسبات مع بعض. الاهم هنا من 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 قبل جوه الملعب، احنا بره الملعب عاملين ازاي. تمام. اي لعيب جديد هتلاقي الشناوي بيلمه، هتلاقي وليد سليمان بيلمه، هتلاقي السوليه يحتضنوا يعني يحتضنوا يعني. لكن في مشاكل برضه هتلاقي اللعيبه دي هي اللي بتتصدر وهي اللي بتلم المشاكل. لكن هنا اوضه لبس النادي الاهلي تسهل على اي لعيب جديد ان هو يمشي في نفس الطريق مع اللوائح مع النظام بتاع النادي الاهلي. هو على طول وهو بره هو بيسمع مبادئ النادي الاهلي، قيم النادي الاهلي، اخلاق النادي الاهلي، بطوله النادي الاهلي بتيجي ازاي. لكن لما بيجي وبيشوف ان اللعيبه الكبيره اللي هو كان بيشوفها من بره او بيشوف الاهلي بياخد بطوله ازاي، بيجي يلاقي ده فعلا في الملعب وفي اوضه اللبس، فاكيد لازم غصب عنه حتى لو هو دماغه فيها ايه هيمشي في نفس الطريق وهيمشي في نفس المقومات دي. عشان كده مش هتحس ان اي لعيب غريب على الفرقه. بدر بانون لسه جاي وبتشوفه تحس ان هو بيلعب بقاله 5 6 سنين، علي معلول بيلعب كميته ماشيه مع الفرقه، اللعيبه معتمد عليه بشكل كبير جدا، الكره لازم بتعدي عليه. يمكن في فنيا شويه اللعيبه اللي في نص الملعب العمود الفقري هي اللعيبه اللي المفروض الكره تعدي عليها كتير. زي قفشه، لكن بتشوف هنا اللعيبه عندها ثقه في علي فجابها مهمه فبيدوله الثقه، هو بيستمد ثقته من اللعيبه. فكل اللعيبه لما بيبقوا على قلب رجل واحد مش هتحس ان اللعيب صفقه جديده او صفقه مش جديده، مع الشغل اللي بيشتغله مع المدير الفني، مع بيشوف مجلس الاداره، لما كابتن الخطيب بيبقى موجود في كل تمرين، بيبقى موجود في كل سفريه، فدي حاجه مش سهله وحاجه مش هينه، غصب عنه لازم هيتحمل المسؤوليه ويخش في نفس الطريق اللي ماشي فيه الفريق. اكيد كلهم كانوا نجوم، بس مين من وجهه نظر كابتن احمد عادل نجوم ماتش امبارح؟ انا اكرم. اكرم اكرم طبعا. اكرم، انت متحيز للمكان ولا متحيز لاكرم؟ لا لا الاكرم والله. لا الاكرم، لانه فعلا على قد المسؤوليه. فعلا على قد المسؤوليه، لعيب عنده شخصيه لعيب النادي الاهلي. يمكن كنت بتكلم مع حضرتك، يمكن انت حضرتك برضو من فتره عمال تدي اكرم يعني، والجماهير كلها بتدي اكرم بصراحه. انا مش بديله يعني فعلا. وده راي جمهور النادي الاهلي يعني. فعلا. دايما بعكس دايما صوت الجماهير. لا ده هو عمل باص كمان السرو موجود طبعا، عمل السرو كمان الاسيست الاولاني. يعني كله كان واخد على اكرم ان هو باور وفتنس وروح، لكن عمل باص حاجات انيستا. ايوه وقوه تحمل الضربه اللي خدها في الطرد بتاع كايزر تشيفز ده، لعيبه كتيره جدا ما كانتش تكمل الماتش. طبعا هو انا زي ما بقول هو راجل على قد المسؤوليه، بتحطه في مكان برده مش سهل، لان انا جربت العب في المكان ده محتاج مجهود كبير جدا. لكن اكرم من مباراه لمباراه بيستمد ثقه المكان، وهنا المكان ده صعب بقول لحضرتك، مجهوده كبير جدا، لكن اكرم وصل لمرحله ازاي هاجم امتى، ادافع امتى، اقف امتى، اعمل كروس امتى، ارجع اعمل باص تاني امتى، فدي حاجات اكتسبها. صحيح. فمن افضل اللعيبه. غير اكرم تحب تضيف اسماء ثانيه؟ شريف طبعا، محمد شريف. شريف لا شريف قفشه، السوليه، علي معلول، لا لعيبه كتير يعني. طبيعي جدا في كره القدم ان القاعده يعني انك انت تاخد بطوله بطولتين من اللي انت بتشارك فيهم، لكن انك انت يبقى جمهورك بيطلب منك انك كل بطوله لازم انك انت تاخدها، ده شيء ما تلاقيهوش غير يمكن في النادي الاهلي. بعد التتويج بالعشره كان زي ما قلت لكم معظم الاصوات بتتكلم في ال11 يا اهلي. تعالوا نشوف كده لقطه لطيفه جدا لوحده، انا بيتهيألي انها من اصغر مشجعات النادي الاهلي، يمكن مفتحت عينيها في الدنيا، لقت الاهلي بيتوج بكل البطولات. كانت رسالتها ايه للنادي الاهلي ولاعيبته بعد ما فزنا بالبطوله؟ انا مبسوط، انا مبسوط انه في جيل جديد. انا قلت لكم كل بطوله وكل كاس وكل درع الاهلي بيحققه بيبقى واحد من اهم المكاسب عنده انه في جيل جديد بيفتح عينه
على رياضه وعلى بطوله وبيعرف يعني ايه نادي الاهلي، فجزء كبير من الموضوع مرتبط بانك انت بتزود قاعده وبتزود جماهيريه وبتزود شعبيه وبتخلق في عند جيل ثقافه انه انت دايما لازم تنافس، انت دايما لازم تكون صاحب مركز اول، ودي رساله مهمه جدا مش بس في الرياضه، دي في كل حاجه في الدنيا. فيعني شيء مفرح الحقيقه انه الاهلي عود جمهوره دايما على انه المركز الاول هو الهدف، وانه المركز الثاني ما يفرقش معانا زيه زي المركز الاخير. لا انا بشوف ان انت قاعده جماهير النادي الاهلي زادت من بعد 2004. يعني شوف كم مليون اتولد وكم مليون شاف النادي الاهلي وهو من بعد 2004 متسيد عرش افريقيا، مسيطر على كل البطولات. هنا انت قاعده جماهيرك اكيد زادت بالملايين، وده اللي بيرجح كفتك في عدد الاحصائيات والزياده، ان انت على طول متربع على عرش افريقيا، فالناس محتاجه تفرح، وفعلا النادي الاهلي بيفرح جماهيره اكيد. التهاني من كل مكان في العالم للملك، ملك ملوك افريقيا، جت من اكبر انديه العالم الحقيقه تهنئه للنادي او تهاني مختلفه للنادي الاهلي. تعالوا نستعرض، مع مش هقدر استعرض كلها لانه وقتي مش هيسمح، لكن خلينا نبتدي بالفيفا. يعني لا نطيق الانتظار حتى نرحب بكم في نسخه كاس عالم للانديه. ده طبعا صفحه الفيفا على الفيسبوك، طبعا صفحه التوتال انرجيز الكاف تشامبيونز ليج نفسها، تشامبيونز النادي الاهلي طبعا اول نادي على الاطلاق يحقق لقب 10 مرات، طبعا لقب بطوله دوري الابطال النادي الاهلي. طبعا تهنئه كمان من الاتحاد المصري لكره القدم اللي وجه تهنئه للنادي الاهلي بمناسبه حصوله على اللقب العاشر. مانشستر سيتي طبعا الانجليزي، تهانينا للنادي الاهلي، ده على تويتر. تهانينا للنادي الاهلي المصري على تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا المره العاشره في تاريخه. الشقيق بايرن ميونخ طبعا علاقات كبيره بتربط بين الاهلي وبايرن ميونخ على مدار سنين طويله جدا. وجه تهنئه بايرن ميونخ للنادي الاهلي، تهانينا للنادي الاهلي المصري الفوز بدوري ابطال افريقيا المره الثانيه على التوالي والعاشره في تاريخه. اليوفي يوفنتوس، نبارك للنادي الاهلي المصري فوزه بلقب دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخه. تشيلسي اهلا وسهلا ان غدا لنظيره قريب زي ما بيقولوا، جماهير النادي الاهلي مستنيه طبعا تواجه تشيلسي، اتمناها المره دي يكون مواجهه في النهائي، يعني مش لازم نصطدم ببطل اوروبا دايما في مرحله نص النهائي. طبعا افريقيا تتزين باللون الاحمر مثلما تزينت اوروبا باللون الازرق طبعا بعد فوز تشيلسي بلقب دوري الابطال. ده جزء بسيط جدا من ناس كثيره جدا، روما بعت تهنئه، الهلال السعودي بعت تهنئه، كثير من انديه طبعا العربيه والافريقيه والعالميه بعت التهاني للنادي الاهلي على التتويج باللقب العاشر. وفي انتظار المشاركه، طموحاتك ايه بالمناسبه في كاس العالم للانديه؟ لا اتمنى، يمكن زي ما كنت بتكلم مع حضرتك في الفاصل، ان احنا نقابل تشيلسي في الفاينل. في يعني دي عشان نكسر قاعدة البرونزية بقت خلاص بقى عادي بقى تعودنا بقى. تعودنا عليها زي ما بطولة دوري ابطال بقى عادي بقى، يلا خدنا العشرة يلا الحداشر يعني. فنتمنى ان احنا نقابل تشيلسي في الفاينل ان شاء الله. يعني دي حاجة طبعا انا بوجه لجماهير النادي الاهلي، من حقكم تفخروا بناديكم، من حقكم تفخروا بلاعبتكم، تفخروا بمجلس الادارة، تفخروا بالجهاز الفني. زي ما انتم شايفين اكيد كل دول، يعني كل اكبر فرق في العالم بتهني وتبارك للنادي الاهلي، وتصنيفه عالميا اكيد هيتقدم طبعا، هيتقدم ان شاء الله. فدي حاجه مش من فراغ طبعا. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويا بخت اللعيبه اعتقد في يعني بعد نهايه الموسم في بالتاكيد حاله دعم هتحصل لصفوف الفريق، فيا بخت اللعيبه الجديده اللي هتنضم وهتلبس تيشيرت النادي الاهلي، هتدخل كده مره واحده تروح تلعب في كاس العالم للانديه. نورت الدنيا كابتن احمد، مبروك مره ثانيه على النجمه العاشره، ومبروك للاعبتنا كانوا قد المسؤوليه وكانوا رجاله، كانوا عند حسن الظن، ما شكناش للحظه في مطبات كثيره بالمناسبه صعبه عدت علينا في البطوله، لكن في ولا لحظه الحقيقه شكينا انه عندنا قدره على التتويج، وقد كان الحقيقه وحققنا النجمه العاشره في تاريخ النادي الاهلي. الحمد لله، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، للعيبه، فعلا كانوا على قد المسؤوليه، ودايما كده مفرحين جماهير النادي الاهلي دايما، ودايما مزيد من البطولات ان شاء الله. مبروك لحضراتكم، افرحوا واسعدوا، عندنا 48 ساعه قبل ما الفرقه ترجع تمرين مره ثانيه، ونبتدي نفتح
صفحه الدوري العام المصري اللي بيتهيألي طبعا هو الهدف الاول لمستر موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي. كل شكر لكل مسؤول في النادي الاهلي وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب صاحب المجهود الوفير وحاله الدعم المعنوي والمسانده الكبيره جدا، واللي لولاها الحقيقه ما كانش يمكن عندنا القدره على التتويج بالبطولتين. بشكر حضراتكم، بشكر جمهور النادي الاهلي، بشكر نجوم النادي الاهلي، الجهاز الفني والطبي والاداري، وبشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي صاحب البصمه الواضحه في تحقيق انجاز العشرة والنجم العشرة في تاريخ الأهلي.